السلام عليكم متابعين الكرام. طبعا انا عندي هون هذا الممر مركب فيه ماكينة اللي هي هون عندي هون ماكينة اللي هي 8 طن مثل ما عم تشوفوا. انا عندي هون الوحدة الداخلية راكبة، تم تعليقها ب4 سبورت تمام، تم اغلاق الفلتر من الخلف لعدم دخول غبار او حشرات او طيور، ريثما يتم اغلاق هذا الممر بالجبس طبعا، وفتح عندي هون اكسس دور يتم فتحها هون في هذا المكان حتى تقدر انت تدخل وتشوف اذا في عندك صيانه بمكان الكونكت الويرينج او هون عندي مصرف الماء. هاي الوحده الداخليه، وهاي عندي هون بيكون الماوث كونكشن، وعندي الدكت الرئيسي اللي رايح باتجاه الصاله الرئيسيه تمام. انا في عندي مصرف الماء بالنسبه للوحده الداخليه، عندي مصرف الماء هون يتم تركيبه على شكل حرف يو تراب حتى يتعبى عندي هذا اليو تراب بالماء، وعندي هون سده لعمليات الصيانه في حال حبيت انت تفتح وتنظف هذا اليو، ويتم طبعا توصيله هون مع المصرف الرئيسي اللي رايح باتجاه المجاري او المصرف او البلاعه اللي رايح باتجاه هذا المصرف. طبعا هون يتم عزل ولف هذا البايب البلاستيكي بالعازل الربر مثل ما شايفينه حتى ما يصير عندي تكثف لقطرات الماء على هذا البايب، لانه هذا المي اللي بتنزل هون بتكون بارده بالنسبه للجو المحيط، وبالتالي يصير عندي تكثف لقطرات الماء على هذا البايب، لذلك من الافضل انه يتم عزله. عندي بايب الغاز شايفينه جاي من هون طبعا معزول، اي مكان بمر منه بايب الغاز يتم تركيب هذا السليف شايفينه هون، سليفات بلاستيك مار من الجدار بنركب السليف بلاستيك حتى يكون بايب الغاز محمي تماما، ويتم عملية توصيل بايبات الغاز. وايضا عندي الماكينة هاي مثلا تحتاج الى سبلاي داخلي وسبلاي خارجي، لذلك هو مركب لنا هون حسب طلبنا وحسب الكتالوج. في عندي ايزوليتر 3 فيز راح يغذي الوحدة الداخلية، وايضا في عندي توصيل وير الترموستات يكون موصل الى السويتش اللي بيكون هون موجود عندي. هاي هو طبعا المكان عندي هون متسوبيشي، هذا الوير موصل جاهز لتثبيت الترموستات في هذا المكان. هاي بالنسبة للوحدة الداخلية. طبعا في عندي هون انت لازم تعرف الوحدة الداخلية وين جهة البوكس، هذا البوكس اللي هو الكنترول، بينما هون في عندي في هذا المطبخ مثلا راكبة عندي الماكينة في اصل المكان، هون عندي ماكينة صغيرة اللي هي طنين، ونفس التفاصيل اللي هي عندي درين وعندي اسلاك التغذية الكهربائية اللي تيجي من الوحدة الخارجية بهذا الحجم، وايضا عندي بايب الغاز الكونكت، وايضا فلتر ايضا موجود عندي في هذه الماكينة. طبعا كل شيء احنا ان شاء الله راح يتم شرحه عندنا في الكورس، هذا المشروع راح نقوم بشرح كل تفاصيله. طبعا هذا الدكت عندي هون عندي فوليوم دمبر اللي هو اليدوي، هاي عندي ماكينة ثانية هون شايفين نفس التوصيلات، وهون في حال انا هذا المشروع خبرتكم انه انا ما كان عندي تأسيس لهذا المشروع، لذلك اضطريت اني اركب البايبات من الرايزر. حتى لو بدك تركبها بالرايزر لازم تركب بايبات البلاستيك هاي شايفينها داخل الرايزر، بعدين تنزل بايب الغاز داخل هذا الرايزر حتى يكون بايب الغاز، وهو النقطة الأهم دائما محافظ عليه من أي خلل. يعطيكم العافية متابعي الكرام.